بين الأعشاب فهو يعيش تحت الأرض. إذا كان الحيوان السري يبني بيته تحت الأرض فربما يكون الأرنب، فقد جاءت الأرانب أصلا من إسبانيا والبرتغال، لكنها تعيش الآن في معظم أنحاء العالم. بدأ انتشار الأرانب خلال عصر الإمبراطورية الرومانية لتوفر مصدر طعام جيد. تشاهد الأرانب عادة أثناء النهار، إلا أنها نشيطة أكثر ليلا. تولد صغارها عمياء وتصبح جاهزة للتكاثر بعد 3 أشهر من ولادتها، وهذا سبب أعدادها الكبيرة. ماذا عن الأرنب الوحشي؟